ابراهيم ايش فيك؟ اقول لك كذي تقول لي كذي؟ اسمعني اسمعني ابراهيم، يا تعدل اسلوبك ترى انا ما اقدر اتحمل كذي. ابراهيم منو؟ ردي علي يا ابراهيم منو؟ انت متجننين انت واخوك؟ تحاكين واحد بالتليفون حرام عليك. يما انا شفت مدين ايدك. امد ايدي عليك وكسر راسك بعد. وانا قلت لابراهيم رفيج اخوك اللي ساكن عندنا بالفريج تبين تفضحينه؟ حرام عليك حرام. يما هو قال اذا تخرج بيتزوجني. نعم؟ انا زوجك الفاشل. بدري ايش هالحكي اللي سمعته؟ يبا بقول لك ودي فهميني ايش هالحكي اللي سمعته؟ كنت تفضحينه؟ سالم سالم ايش فيك؟ يبا سالم دق على شعب بسرعه. سالم سالم رد علي يخليك رد علي طالعني. سالم سالم تعاليني لا تجي معنا ما ابي اشوفك روحي. ما تكفى بس ابي اشوف ابوي. ان صار في شيء بذبحك رهبه. ما في شيء.